عم جاو عم دخلوا عم دخلوا ايش بدي احكي له؟ Thank you.
وش راح نقول لك، هي اول حاجه المقابله اللي كنا جينا ليها على اساس انها مقابله فيها حسابات تاع لي دو زيكيب، عندهم نفس النقاط 29 29. لما اظن احنا المصير تاعنا راه في يدينا، كي تقول لي تاع البقاء ولا لا، المصير تاعنا في يدينا، نربحوا دوميسيل في بلادنا الحمد لله يا ربي، ماناش متعلقين بالنتائج الاخرى يعني تاع الفرق الاخرى. هذه حاجه. الحاجه الثانيه أن اليوم يعني صراحة اللاعبين تاعي داروا ما نحشموش بالهزيمة هذه، كاين ممكن العشر دقائق الأخيرة اليوم كيسينا فيها لي دو بيت، هي نتيجة يعني صراحة عوامل وعوامل وعوامل. كي نقول لك حنايا ممكن التركيز، كنا في المقابلات اللي فاتوا كنا جيست نونكيسيو جيست مع لا دوزيام ميطون، مي الحمد لله اليوم رانا بدينا نحسنوا في الوضعية. اللاعبين يعطيهم الصحة، داروا ماتش مقابلة كبيرة ضد فريق كبير اللي محتاج ثاني النقاط، هو راه دوميسيل المصير تاعو في يدو، لازم يربح النقاط تاعو. احنا اللاعبين تاعنا الحمد لله يا ربي اعطيناهم تعليمات، بريمير ميطون درنا كره جميلة على ما اظن تمتعتوا، كانت هناك يعني اعطينا قيمه للفريق تاعنا باللي هذه فريق الاولمبيك المغرن يطبق في كره جميله، والحمد لله الشباب تاعهم يعطيهم الصحه. زيد اون دوزيام ميطون ثاني وصلنا بنفس المنوال، لكن واش نوا كان سوء تركيز من اللاعبين يعني من المدافعين، اونكيسينا دو بيت وكانت ضربه جزاء على ما اظن انها عادي يعني بالنسبه، والله صراحه اللاعبين يعطيهم الصحه مشكورين على الاداء اللي داروه، لكن شويه النتيجه سي فري ما خدمتناش. لكن اليوم واش نقول لك، اليوم بينا للجميع بلي انه فريق اولمبيك المغرن فريق كبير يابليكي كره جميله، والحمد لله هنيئا فريق مولوديه قسنطينه. وكما نقول لك احنا الفريق عندنا باريحيه يعني صراحه نقعدوا نفوزوا في المقابله تاعنا اللي دخل ديال رانا مانعين، المصير تاعنا راه في يدينا ماهوش في يد الجميع. لا نظن دينا المقابله اللي كان لازم نلعبوها، نظن اللاعبين كانوا مركزين في مجريات المقابله، استحوذنا على الكره معظم فترات اللقاء، نظن في الدقائق الاولى كانت عندنا عده فرص يعني للتسجيل، ولكن نبقى كما اقول لك خلقنا روحتينا شويه الشك نظرا لنقص الفعاليه امام الشباك. على العموم نظن في الشوط الثاني قلنا اللاعبين يبقوا مركزين يعني في اللعب وما يخرجوش من المقابله، والحمد لله يعني رغم ان مرينا بعد فترات فراغ، ولكن اللاعبين معظمهم كانوا مركزين. ونظن التغييرات الثانية جابت الجدوى تاعها، نظن جابر واليوم زرقين وصحراوي عطاو لنا هذيك الاضافه، وهذا هو الشيء اللي نتمنى يعني اللاعبين يبقاو مركزين في هذه البطوله. اليوم نظن هي مقابله مرجعيه بالنسبه للفريق، وحنا نبقاو نتبعوا مسارنا ونحضروا المقابلات الجايه ان شاء الله باش يكملوهم دون دو بون كونديسيون ان شاء الله. السلام عليكم. حاجه الاولى الحمد لله بور لي 3 بوين هذوما اللي ما يخفالكش بلي صح كنا مسحقينهم. ابري نقول لك بالك لي فوبا اللي درناهم لي ماتش باسي نخلاو شويه بالك الشك شويه هذيك تدخل فينا، مي الحمد لله لي 3 بوين كانوا لازم علينا نجيبوهم. بالك لي بريمي ميطون كنا راطينا بزاف، مي الحمد لله انا ما يخفالكش انا هذه المباراه وين ما قدرتش نكون اساسي ابري المرض اللي كان عندي في الليله هذه وين المدرب قلت له ما نقدرش نلعب هذه المباراه باسكو صرا لي مرض وين ما قدرش نرقد. مي الحمد لله وين ربي قدرني دخلت ماركت هدفين اللي عاون الفريق تاعي وعاوننا بوكو بليس، عاوننا احنا سيرتو لي جوار بور لو مورال باسكو سيرتان جوار عبك دخلهم شويه لودوت. مي الحمد لله ما نكذبش عليك ان شاء الله. اون بليس نشكر الانصار هادو اللي وقفوا معنا باسكو شوف الانصار هادو وين سحقيناهم شحال من خطره، وهذه المباراه ما يخفلكش بلي لعبوا بزاف لي جان وين وقفوا معاهم وشفنا وين كانوا يبرديو دي بال ولا وكانوا يموتيفيوهم، هذا واش كنا نسحقوا منهم ان شاء الله يكملوا يوقفوا معنا هكذا بور لي نقول لك بور لو بيان تاع لو موك. نقولوا الحمد لله اليوم على لي 3 بوين هنا في بلادنا، الحمد لله نحمد ربي ونشكره ونشكر الانصار تاعنا اللي وقفوا معنا اللي مساندونا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى. مالغري الشوط الاول كرينا دي زوكازيون ما حبتش الكره تدخل، واش نقولوا الحمد لله باش هاد التروبو تعاوننا باش نخدموا هاد لي سيمين جايين باريحيه ابري لي ديفات لي دو ديفات اللي ديناهم مؤخرا. كيما شفتوا ليكيب تاعنا نلعبوا كاين كره قدم، من داك ريزالت ما تمشيش معاك. حنا كيما قلت لك نعاود نقولها لك التروبو تعليم تعاوننا باش نخرجوا شويه من هذيك سلسله النتائج السلبيه ونبعدوا على منطقه السقوط، وان شاء الله نضمنوا البقاء في اقرب وقت ممكن ونريحوا حنا ونريحوا الانصار تاعنا ونطرقوا كيما نقولوا المواضيع اخرى ان شاء الله.